دمعة كم تاق إليها مبتهلون مكة تغطيها كماماتهم الوقية ضد كورونا. فيروس يرافق زوار البيت في عامه الثاني. حجاج البيت الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مكة المكرمة أول أيام عيد الأضحى. حتى الحصى تم تعقيمه خوفا من الفيروس، ومن يرميها لا يتجاوز عددهم 60,000 مقارنة بألف شخص قبل عام، لكنهم كانوا 2.5 مليون قبل الجائحة. نظام إلكتروني دقيق اختار العدد بين أكثر من 500,000 متقدم، تسمح لهم السلطات هنا بالمضي في مجموعات صغيرة لرمي جمرات في منشأة متعددة الطوابق. ذاك البياض لا يغطي المشهد المعتاد. تريد السلطات السلامة أولا، وتسعى لضمان تجربة العام الماضي، تدابير وقائية مشددة دون تسجيل إصابة واحدة بالفيروس. يطمئنهم العاهل السعودي. على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل هذه الجائحة ما تستلزمه من إجراءات عديدة، فقد راعت أن تمثل شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية وغيرها من أخواننا وأخواتنا المقيمين على أرض المملكة. ويؤكد وزير الصحة لا إصابات بين الحجاج. تطلب ذلك روبوتات تستخدم لتطهير المسجد الحرام لضمان التباعد بين الحجاج، كاميرات حرارية تراقب درجات الحرارة، و62 شاشة لبث رسائل التوعية بلغات مختلفة. دمعة أخرى تسقط فرحا من نساء. ربما استطعنا لأول مرة أداء فريضة الحج دون محرم بعد قرار السلطات نهاية يونيو الماضي. رغم مخاوف كورونا، تسعى المملكة للحفاظ على شعائر الحج وعودة الحياة إلى اقتصادتها. فالحج والعمرة يدران عليها سنويا نحو 12 مليار دولار.